السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ صباح الخير لكم. الحمد لله بخير. والله إن حبك في الله حبا جما. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بس عاوز تفكير جامد أوي. أستعين بالله. الحمد لله. المقصود بالرضاعة الأخ في الرضاعة. أنا أعلم يقينا أن الأخ في الرضاعة لازم يكون رضع 3 مرضعات مشبعات. جميل؟ عفوا، ماذا قلت؟ الأخ من الرضاعة. قبلها قلت أعلم إيه؟ 3 رضعات مشبعات. قلت أعلم يقينا كده ولا أنا سمعت غلط؟ لا، أعلم يقينا. أي قلت كده حصل. هذا اليقين ليس بصحيح. نعم، جميل. اتفضل. 3 رضعات مشبعات. طب هنا المقصود بعد سن السنتين ولا قبل السنتين؟ هل بعد قبل سن السنتين 3 رضعات مشبعات، ولو عدى السنتين تحسب اخ من الرضاعه برضك؟ انتهيت؟ انتهيت. طبعا معاك يا مولانا. يا مرحبا بك، واهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن عدد الرضعات المحرمات فللعلماء فيها أكثر من قول. القول الأول أن الرضعة الواحدة تحرم، وهذا قد يبدو غريبا عليك لكنه قول جمهور العلماء، ومعنى الجمهور الأكثر، ودليلهم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بدون ذكر عدد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وكلها نصوص عامة لم تقيد بعدد من الركعات. اعترض معترض فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. قال: إذن الذي يحرم 3. وردت رواية أخرى فيها: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان. حملها الجمهور على أنها على أنها المص الشفطة واحدة، فقال: هذه ليست مشبعة، نحن نتكلم عن الرضعة الواحدة المشبعة. وردت رواية في الحديث: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فردها بعض العلماء إلى المص والمصتان، قالوا: رواها بعض الرواة بالمعنى. الفريق الثالث من العلماء هم الذين يقولون، وهم الشافعية، إن الذي يحرم 5 رضعات، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا بخمس معلومات. وهذا استدلال الشافعي على الذي يحرم 5. وأجيب على هذا بأن عائشة رضي الله عنها قالت بناء على فهمها، وإلا فالصحابة لم يسلكوا هذا السبيل، إنما هذا فهم عائشة، فهم عائشة، لأن في بعض الطرق وفيها بعض المقال: فتوفي الرسول وهن فيما يقرأ من القرآن، ولم توافق عائشة على هذا، فمثله لا يدفع النصوص العامة. فحاصل القول أن العلماء في عدد الركعات المحرمة، عدد الرضعات المحرمات، ما بين قائل بأن الرضعة الواحدة تحرم وهم الجمهور، وما بين قائل بأن 3 يحرمنا، وما بين قائل بأن 5 يحرمنا. فأنت عرفت الخلاف، لكن أرجع إلى مسألتك: زمن الرضاع المحرم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقالوا: تمام الرضاع بعد تمام الحولين، منتهى الرضاع. فهذا رأي الجمهور من العلماء، وقول شاذ لعائشة أيضا رضي الله عنها بأن الذي يحرم أن الرضاع الكبير يحرم
استدلالا بحديث أرضية سهلة تحرم عليه، والعلماء قالوا هذا خاص بسهلة للآية الكريمة التي هي والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والله أعلم.